إن شاء الله راح نتكلم عن درس بسيط جدا عن تشخيص مرض السرطان في المعدة. طبعا التشخيص الأمثل هو بفحص المعدة بالمنظار مع أخذ عينة للفحص المجهري عن طريق إبرة محددة، يتم أخذ العينة من منطقة أو عن طريق إدخال أنبوب في الفم منظار كاميرا، ويتم مشاهدة المنطقة المتقرحة أو المنطقة المتورمة. أيضا ممكن استخدام أشعة مع صبغة الباريوم. صبغة الباريوم ممكن يتم استخدامها مبكرا، وأيضا من الضروري تصوير العينة تحت المجهر وفحص الخلايا السرطانية الموجودة يعني مخبريا، وتحديد نوع السرطان بالتحديد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.